يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يكمل أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء وهو في المقبرة؟ لا مانع يكمل الأذكار في أي مكان، في المقبرة، في الطريق، في على السيارة، على فراشه، في المسجد، ما في مانع. نعم، يقول ذكر الله مطلوب في كل مكان إلا في دورة المياه، إلا في دورة المياه يكره ذكر الله فيها. نعم.